السلام عليكم ورحمه الله، متى الاحوال؟ واش راكم الاحباب؟ نحكوا شويه على التكريمات اللي دارها رئيس الجمهوريه على المجيد تبون، الجنرالات تاع احداث تاع التسعينات. انا نشوف فيه باللي حاجه ايجابيه، هضرت عليها البارح ونعاودها، حاجه ايجابيه التكريمات، ولكن ما جاوش، جاو شويه تو ليت، جاو متاخرين. نورمالمون التكريمات هذو يصراو كي تكلمت الحرب هذيك الاهليه في الجزائر، وتكلمت الامور، ورجع الاستقرار، ورجع الامن في الجزائر، هذاك الوقت يصراو التكريمات، ماشي درك، نورمالمون بكري. مي درك ثاني جاو في وقت ثاني حساس، ووقت مليح لاسترجاع الثقه، واسترجاع الامن في الجزائر، واسترجاع لم الشمل. لم الشمل هو الثقه، ثقة بين الجيش والشعب، بين النظام والشعب، هذا واش يخصنا في الجزائر. سمعت القنوات تاع المعارضة اللي يظلوا يقولوا باللي هذو قتلوا الجزائريين، قتلوا الجزائريين، قتلوا الجزائريين. يا خويا كي تقول قتلوا الجزائريين، بين شكون هما، شكون هذوما اللي تقتلوا، لازم تحدد، مش غير وكل جزائريين وكل. حنا شفنا في التسعينات شكون اللي بداها، صرات انتخابات، صرات امور، صرات هكذا، ولكن الناس هذو اللي جاوا رشحوا ارواحهم عندهم اهداف، عندهم امور، رايحين بعيد. معناها توقفت الانتخابات، توقف المسار الانتخابي، لان النوايا النيه نتاعها مش مليحه، مش حسنه، كاين امور راها يجيبها التاريخ ان شاء الله. يقولك قتلوا الجزائريين، شكون اللي ماتوا، وشكون هذوك اللي ماتوا في جويه بن طلحه وشويه هذو، هي هذوك الناس داروا مخيمات، كانوا دايرين مخيمات، دايرين ديكلون، عندهم اهداف واحده، وتكوين جيش اسلامي وزادمين كيما داعش، وفي جويه بزاف الجزائر، مش غير هذيك الجهه. شكون اللي بداها يا اخي؟ هما اللي بداوها. البوليسي بكري الوقت تاع الثمانينات التسعينات، البوليسي واش كان؟ البوليسي كان مسكين، والو، ما مدرب ما والو، واحد كيروح على بوليسي يونغاجي في لابوليس، يحكموه، يشوفوا التنفس تاعو، يشوفوا فيزيك مو لاباس به، ما عندوش امراض، يجري 100 متر، يجروه 100 متر، يلقاو لاباس به، يعطوه كومبا. هذا هو البوليسي بكري في السبعينات الثمانينات، كانت هكذا، يولي بوليسي، يولي وثاني الكولت بيستولي ما يعطولوش، وراح يدير يعس ويمشي الشعب ويمشي الامور اكسترا. كي ظهرت هذه الضربه هذه، الضحيه الاول هو البوليسي، لقاوه في الطريق يحكموه، يذبحوه، يقتلوه. شكون اللي دارها الاول؟ شكون اللي دار الاعمال هذه تاع العنف؟ شكون اللي رد الجزائر جحيم مع الاول؟ شكون؟ ولا واحد يمشي ويخاف، دوك يحكموني، دوك يذبحوني، تلقى روحك ماك مداير والو، يقول لك تروح ضحيه الهجره والتكفير. شكون؟ لازم هاد الاسئله نجاوبوا عليها. نورمالمون الدوله، حنا المشكل تاعنا الكومينيكاسيون ما كانش. نورمالمون الاحداث تاع التسعينات كملت، انتهت الامور، بصح ترجع الحقائق، ترجع الحقيقه. نورمالمون يخرجوا هذو تاع اللي راهم في الاحباس، يحكموهم، يهضروا الحقيقه واش صرا، واش كانوا يخططوا، واش كانوا راحين يديروا، وش هي الاهداف تاعهم، وراء النوايا اكسترا، باش الشعب يفهم. من بعد هذاك الوقت يصرى التسامح، ولا تصرى امور، هذيك امور اخرى، تصالح اكسترا. هذا مشكلنا، هذا مشكل تاع كومينيكاسيون دارت الدوله. نورمالمون تكومينيكي الدوله، تكومينيكي الشعب، تخرج الناس هذو، يوروا الحقائق. صح الجيش خدم خدمته، كان تجاوزات، سي سير كان تجاوزات، هذه الحروب كان ضحايا، هذه الحروب هذا خاطرش كنا في حرب اهليه، الضحايا يكونوا اللي كان خاطي مسكين يروح فيها، هذه باينه، هذو هو كان ضحايا يروحوا في الطريق. اذا هذه الاحداث، هذه التكريمات حاجه مليحه، حاجه مليحه باش الشعب الجزائري يعرف الناس هذو شكون، واش داروا، واش ساهموا، وكيفاش ساهموا في خلو الجزائر لاباس بها. كما الحمد لله، نورمالمون واحد يقول الحمد لله عندنا جيش قوي، عنده جيش قوي دار الحل للمشكل هذا. هذاك المشكله هذيك اللي صارت لنا في الجزائر
كون صارت في تونس ولا المغرب ولا ليبيا ولا هذيك ديجا راحت، راحوا هذوك الدول في خمس دقائق. حنا الحمد لله عندنا جيش قوي، عندنا رجاله وقفوا عليها، والجزائر بقات واقفه وافهم ومصر حتى مشكل، القرايه تمشي، الصحه تمشي، كلش مفتوح والامن كاين. ما في هذاك الوقت كون صرات في بلدان اخرى كره طربقت. الحمد لله نورمالمون نفتخروا عندنا جيش مليح وعندنا امن مليح، يبقى حكايه تاع الكومينيكاسيون والثقه، هذو لازم نخدموا عليهم باش نرجعوهم باش نبنوا الدوله تاعنا. ما نبقاوش كي تقطوا الفار، كل واحد يدير رايه بلا ما يقول الاخر، لان الدوله تعتبر من الشعب، والشعب منين ينتمي الى الدوله؟ نورمالمون هذه نتفاهموا عليها، ماشي شعب وحده والدوله وحدها. صح بكري ما كانش كومينيكاسيون، لانهم معظم الناس اللي كانوا واعيين اكسيتيرا كانوا ديزيليتري مساكن ما يقراوش، كانوا ما يقراو ما يقراوش. مي درك الناس عندنا طبقه مثقفه كبيره بزاف، في كل دار تلقى دكتور على الاقل، مهندس، تكنيسيان. الشعب الجزائري مثقف، لازم الشعب يكون واعي ويكون ملم بهذه الامور هذه، لانه تدخل امور تخصه، لانها بلاده. وانا نتمنى يجبدونا هذو الجماعه اللي راهم في تاع الاحداث التسعينات راهم في الحبس، يخرجوا يحكوا لنا واش صرا، واش كانت الاهداف تاعهم، وين كانوا رايحين، واش هي المخططات اكسترا، باش نسكروا الدوسي هذا. ماشي كيسيون معارضه يقول لك هذو قتلوا الجزائريين، يوم جزائريين وقتلوا جزائريين، قتلوا الناس اللي كانوا راح يديروا يتسبوا في مشاكل كبيره بالجزائر، في تخريب الجزائر. هذا واش صرا، هذه هي. اذا الحمد لله عندنا جيش قوي نفتخروا به، وهذا دليل. والتكريم هذا نورمالمون يصرى بكري، مي الحمد لله كيصرى درك، وهذا لم الشمل، ان شاء الله يرجع لم الشمل. هذه هي خاوتي، اذا انا نشوف فيه تكريم جيد. ولازم الانسان مش غير يتبع في الهضره تاع ناس يقولوا واش قالوا وذبحوا الجزائريين قتلوا الجزائريين، لان الناس هذوك داتهم العاطفه تاع الاسلام، الدين الاسلامي كسيتر على المسلمين، ولكن داتهم العاطفه راهو ظالمين ظالمين. كون جا ربي شافها الخير كون راه منجحهم، مي ربي ما شافش الخير ما نجحهمش، وين نجحوا؟ لان النوايا تاعهم مش مليحه. كون جا فيهم الخير وهكذا كون ربي نجحهم، نورمالمون يفيقوا لها هما برك، علاه ما نجحوش؟ لان النيه تاعهم مش مليحه، لان الاسلام جاب بالسلم ما جاش بالعنف، دين وسلم وليس دين وعنف. ما كي تنشر بالسلم، ما تنشرش بالعنف. نورمالمون الانسان يتحكم في راسه، وان شاء الله ترجع الثقه ولم الشمل والوعي في الجزائر، وتكلم هذه الامور هذه المرضيه هذه بربي ان شاء الله. اذا هذه هي خاوتي برك، نعبر على رايي، لان كاين ماشي غير نتبعوا برك العواطف تاعنا واكسيتيرا، باسكو هذوك متدينين لازم نتبعوهم بلي هما اللي عندهم الحق. السلام عليكم.